يلا بينا نروح لافراح النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي ودولاب البطولات واحصائيات كثيره جدا، وما شاء الله الدولاب هيفضل مفتوح طول ما النادي الاهلي موجود وطول ما عندنا نجوم وابطال في كل الالعاب. الدولاب هيفضل مفتوح والتاريخ هيحكي كتير جدا على الالعاب الاخرى في النادي الاهلي. خلينا نرحب بضيوفنا والفوز ببطوله الجمهوريه مواليد 2002 لكره الماء. نرحب بكابتن احمد هشام المدير الفني للفريق. كابتن احمد بنرحب بيك وبروك الف مبروك. ربنا يخلي حضراتكم ميرسي قوي. كمان لازم نرحب بالجمله اللي حققوا الانجاز وحققوا البطوله، كابتن كريم مجدي. مساء الخير يا كابتن كريم. مساء النور. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. بطوله جامده ولا بطوله سهله؟ لا كانت بطوله جامده. بطوله جامده، لسه هنتكلم كتير. قال لك بطوله جامده، ماشي مفيش مشكله. خلينا نرحب بكابتن زياد وائل، كابتن نجم كبير على الطريق. خلينا نرحب بيه ونقول له الف مليون مبروك. الف مليون مبروك كابتن زياد. الف مليون مبروك. اقول زياد وائل عزت ولا اقول زياد وائل؟ لا تشوف عايز انت ايه؟ اللي انت تقول عليه. انا بفضل زياد وائل عزت. يعني زياد وائل عزت شرف اكيد ليك ان كابتن وائل عزت هو والدك. ربنا يخليك. دخلت كره الميه عشان كابتن وائل ولا دخلت كره الميه عشان انت حابب كره الميه؟ لا، هو في الاول انا كنت بلعب سباحه، ما كنتش بلعب كره الميه خالص. حلو قوي. بس ابتديت بقى عشان هي حاجه في العيله، يعني حاجه في العيله، انا جيل بيسلم جيل من الاخر يعني. فاضطريت ادخل. فانا كنت بحب السباحه وكنت متفوق فيها الحمد لله. كنت بلعب لعبه كمان جانبيه معاها، جودو. بس أيوة. بعد كده انا كنت عايز بقى اطور من نفسي. فبقيت اعمل زي ما العيله بتعمل في السن ده، ان احنا بنبتدي نتبع بقى، نحط لنفسنا حاجه زي طريق نمشي عليه كده في لعبه عشان افضل في طول حياتي ان شاء الله كويس فيها. وربنا يكرمك يا زياد، وان شاء الله باذن الله اتمناك في المرحله الجايه تكون ايه حاجه كده جامده جدا. كابتن احمد، خلينا نتكلم على الانجاز، وانجاز مهم وانجاز لكره الماء. فعلا فرق كرة الماء مختلفة، بتختلف سنة عن التانية، بيزيد الأمور بتزيد تماما، ما شاء الله عليه. مكسب مهم لمواليد 2002، لأن خلاص قريبين جدا هم يخشوا على الدرجة الأولى. تمام. وطبعا الأول أنا بحب أذكرهم كلهم. النهاردة إحنا بنلعب مرحلة 2002، المرحلة دي أول مرة تكسب بطولة الجمهورية. يعني إحنا حتى أنا كنت معاهم السنة اللي فاتت، كنا واخدين المركز الثالث. السنه دي ابتدينا ان احنا كان حاطين تارجت لينا ان احنا خلاص احنا ان شاء الله السنه الجايه كل الفرقه تقريبا هتطلع درجه اولى، فلازم نطلع الدرجه الاولى واحنا ابطال، بحيث ان احنا نبقى اضافه للدرجه الاولى. وبالتالي كان الهدف من الاول، واشتغلنا مع بعض ان احنا الهدف من الاول يبقى ان هم نكسب البطوله السنه دي. والحمد لله ربنا وفقنا في الاخر، كانت بطوله صعبه جدا والحمد لله. تطور الاداء من الثالث للاول اكيد خد منك مجهود مع الفرقه دي. والله احنا شغالين على التطور ده يمكن من السنه اللي فاتت، مش من السنه دي. السنه اللي فاتت كنا حاطين لنفسنا تارجت، كنا على امل ان احنا نلحق نحققه السنه اللي فاتت. طبعا واجهتنا السنه اللي فاتت بعض الصعوبات، ان احنا ترتيبه الماتشات ووقت الماتشات جوه الامتحانات وناس فقدناها للابد مثلا، او ناس بطلت، او ناس اتصابت، او ناس ما التزمتش. فكان تقريبا احنا غيرنا هيكل الفرقه تماما من اخر مره قبل ما انا اجي. والسنه دي غيرنا تقريبا 50% من الهيكل اللي لعب السنه اللي فاتت، عشان نضيف معانا عناصر من الفرق الاصغر ان هم يقدروا يساعدونا وان احنا نكسب. والحمد لله ربنا كرمنا. هنقف عند توالي الاجيال والفرق الاصغر دي مهمه. يا كابتن كريم، قول لنا، الماتشات كانت صعبه، الماتشات سهله؟ اعتقد كانت بطوله جامده. لا، هي طبعا كانت بطوله جامده، وكانت بطوله طويله جدا. قعدنا من شهر 9 لحد شهر 2 بنلعب. البطولة طبعا كانت صعبة، وواجهتنا فيها صعوبات كتير، ان احنا خسرنا في وقت مهم. فكان لازم نعوض ان احنا نكسب. اتمرنا وتعبنا. الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. بكلمك بصراحة شديدة، السنة اللي فاتت تالت والسنة دي أول. أكيد السنة اللي فاتت لما خسرت أكيد كان عندكم دوافع أخرى مع كابتن أحمد هشام إن أنتوا تقدروا تعملوا حاجة كويسة السنة دي. يعني واحنا طبعا كان نفسنا نكسب، وطبعا هي فرحه المكسب فرحه كبيره. فكلنا كنا بنتمرن وبنيجي على نفسنا، بنيجي على المذاكره، بنيجي ان احنا ما بنخرجش مع صحابنا عشان نيجي نتمرن عشان نكسب. الحمد لله ربنا رضانا في الاخر. رضاك الحمد لله، مبسوطين جدا. قول لي يا زياد، الحمد لله في الكؤوس دي كلها اخذت كاس احسن لاعب. الحمد لله. كاس احسن لاعب الاهم بالنسبه لزياد وائل ولا كاس البطوله كان الاهم؟ لا طبعا ما يفرقش معايا كاس احسن لاعب، هو مجرد كاس انا بحطه في البيت بس. في الاخر بيتقال في الاخر الفرقه دي اخذت البطوله ولا لا. فانا ما يفرقش معايا الالقاب الشخصيه دي، حاجه ليا انا. حاجه انا شايفها انا اللي بعملها، وحاجه فخور بيها لنفسي انا مش للناس التانيه. فانا الحمد لله مبسوط ان الفرقه اخذت اول،
المركز الاول يفرق معانا جامد الحمد لله. فانا مبسوط جدا، وما كنتش حتى كاس احسن لاعب ما كنتش عارف اخده غير اما الفرقه تكون بظهري وبيساعدوني في كل وقت في الماتشات كلها الحمد لله. كابتن احمد بصراحه شديده فرحه الفوز اللي انا شايفها قدامي وكلنا شايفينها على الشاشات دلوقتي قدامنا، هي احلى لحظه لاي لعيب واي مدير فني. لكن قول لي طورنا الاداء ازاي والدافع بالناشئين، عايز اعرف القصه ازاي. اكيد كان الكابتن وائل عزت ليه دور معاكم في هذا الموضوع. في الاول احنا كان اول ما شفنا الفرقه كان في قوام كامل لفرقه 2002. القوام ده كان بيتكون كله من عناصر مواليد 2002، طعمنا بفرق بعناصر من 2003 وعناصر من 2004 بداوا يشاركوا معانا، بدانا نشتغل كلنا كيونت واحده، طورنا الاداء وركبنا العناصر على بعض باختلاف السن، لغينا السن خالص واشتغلنا كلنا على 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 عناصر كانهم كلهم مواليد سن واحد. ما حطيناش دماغنا فروق الفرق في السن. بدانا نعمل تركيب، بدانا نولف العناصر على بعض في الميه، سواء الصغير اللي هو 2003 او 2004 مع مواليد 2002 المتميز. احنا عندنا يمكن زياد لسه راجع من كاس العالم. طبعا ساعدنا في ده كتير قوي، احب اشكره كابتن وليد عزت المدرب العام لفرق كره الميه، كان في ظهرنا في كل خطوه تقريبا. رسمنا مع بعض من اول ما مسكنا الفرقه، رسمنا مع بعض الطريق وكنا بنتابع النتائج بالتمرين، حتى ما بنستناش الماتش. يعني احنا كنا بنقعد نتفرج على التمرين نشوف الاستجابات رايحه فين، وبالتالي نبدا نغير الخطط عندنا او نغير الوحدات التدريبيه عشان كل العناصر تبقى ولفت على بعض زي ما بيقولوا. دي حقيقه كل العناصر ولفت على بعض. بس كمان الجوائز الفرديه اللي هتكلم فيها مع كابتن كريم، حارس مرمى، فحارس مرمى انا بحيرني ليه بصراحه ما اكذبش عليك. كابتن كريم اخذت جائزه احسن حارس مرمى. لا كريم مجدي. صح كده؟ تمام. افضل حارس كريم مرمى. هم اللي قايلين لي في سنه. قول لي يا احمد، قول لي يا كابتن احمد. هو كريم طبعا افضل حارس مرمى في المرحله بلا منازع. يعني دي حاجه ما فيهاش كلام. راجل ما شاء الله في ماتش الفاينل بس صدد 2 بينالتيز، واحنا عندنا البينالتيز عندنا هي يعني بنسبه 90% جول. تمام. انت بالنسبه لنا احسن حارس مرمى، هو زي ما كابتن احمد هشام قال اكيد ده كلام مظبوط. قول لي في البينالتيز اللي انت بتصدها اكيد بيكون في رد فعل معين، لان اللعيب او الحارس مرمى في الووتر بولو مختلف عن اي لعبه ثانيه، بيطلع طلعه واحده ولعيب بيشوطها على طول. قول لي بتعمل ايه؟ التكنيك بتاعك شكله ازاي؟ يعني هو انا بحاول اركز في عين اللعيب، بحاول ان انا اوتره شويه بحيث ان هو يبقى متوتر وهو داخل يشوط، اتحرك له يمين وشمال كده اللي هو لا أوطره. انت بتكون مركز على زاويه من الزوايا مثلا بتطلع عليها ولا لا بتطلع باسلوب معين؟ لا انا بطلع في النص واقوم ناطط له قدام، فبقفل زاويه كبيره من الجون بس. وفي احيانا بقى بروح على زاويه لو انا مثلا حافظ لعيب او كده بتروح له، بروح على الزاويه اللي هو بيشوط فيها. هل انت بالنسبه لك اللعيب في الحراسه بتشوط عليه بلنتيات، هل وانت بتكون عارف الزاويه اللي انت بتشوط عليها على طول ولا بتشوف حركه الجول كيبر؟ انا عارف ان انتوا في ثانيه واحده بتشوطوا البنالتي على طول. طبعا احنا عندنا البنالتي دي لازم تشوط في ثانيه واحده على غفله على طول، عشان الجول كيبر بيكون عارف ان هي بيكون شاكك يعني لعيبه هيشوطها فين، فلازم فممكن تيجي في الزاويه اللي هو الجول شاكك فيها فممكن يصدها، فلازم تيجي بسرعه. فانا الاول ببص على الجون اللي قدامي، بشوف هو الجون بيطلع فين في العاده، وبحاول ابص في عينه برضو اشوف هو بيبص لي وعارف ان انا هشوط فين، او فانا بحاول اعمل عكس اللي هو بيفكر في ان انا هعمله. زياد بكلمك بصراحه شديده، ايه اصعب مباراه جوه هذه البطوله؟ المباراه بالنسبه لك؟ بالنسبه لي اصعب مباراه كانت طبعا المفروض الطبيعي ان اصعب مباراه بتكون مباراه الفاينل اللي هي الاخيره. كويس. بس فهي دي بالنسبه لي فعلا مباراه الفاينل كانت اخيرا نازل الحمد لله مركز وكل الفرقه مركزه 100%. احنا الحمد لله كنا كسبانين فرق 6 حاجه كده في لحد الكوارتر الثاني، هم فوق 4 كوارترز. تمام. فانا داخل الحمد لله يعني متاكد، وكل واحد في الفرقه عارف ان احنا ننزل نكسب حتى لو احنا لسه ما نعرفش السكور. فدي حاجه طبعا بتساعدنا جامد، وحاجه بتدينا موتيفيشن، واحنا كفرقه واحده وبنكون عارفين ان شاء الله واثقين لو احنا نازلين رجاله وعارفين ان احنا هنكسب ان شاء الله. عجبني الباور اللي بتتكلم بيه، عجباني الشباب اللي عندنا كابتن احمد بجد بيتكلموا باسلوب مختلف، ان هم رايحين الماتش عارفين ان هم عندهم تارجت معين، مكسب لازم نكسب. ودي اهم حاجه احنا نميتها ازاي بصراحه؟ ولاد النادي الاهلي بتناموا كده ولا في تنميه كمان بتحصل معاك؟ حضرتك عارف طبعا عندنا في النادي، يعني انا حتى كنت انا متربي على حمام السباحه طبعا من 3 سنين. طبعا. فانا ما اعرفش يعني ايه حاجه غير ان انا اكسب، يعني اي حاجه بالنسبه لي تانية ما اعرفهاش.
فحتى لو انا كسبان البطوله وكانت بتصادف ان احنا كسبانين البطوله بقى لنا مثلا قبل البطوله بتخلص 3 4 ماتشات، بس انا ما اعرفش انزل اكسب، ما اعرفش اخسر، ما بعرفش اقبلها. طبعا هم يعني برضو في مرحله الناشئين او مرحله اللي هو لما بيكبر من ان هو براعم لناشئين، هو في شويه برضو مع اختلاف الاجيال بيبدا يتعود على الروتين اللي هو ماشي عليه. يعني فلنفترض ان هم مثلا هناخد الفرقه كمثال، هم مثلا كانوا بياخدوا ثالث، خلاص هم كانوا بياخدوا مثلا رقم 3 بقالهم مثلا 3 سنين، هم اتعودوا ان هم يخسروا ماتش الجزيره وماتش اليوبلس. كويس. طبعا لما جينا نشتغل معاهم لعبناهم تقسيمات، لعبناهم تقسيمات حتى مع الدرجه الاولى، يعني كنا بنجيب فرقه الدرجه الاولى ونلعب معاها مواليد 2002. فده كان بالنسبه لهم انا مش هقدر هلعب الدرجه الاولى ماتش 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 ماتش، لقى نفسه عارف يلعب وعارف يجيب فيه جون وعارف يلعب معاه ند وعارف ياخد منه الكوره وعارف يكسبه في السكور. وبدات فرقه الدرجه الاولى حتى لو هي تقسيمه احنا في الاخر بنلعب عشان كلنا نكسب، حتى لو تقسيمه في الماتش دي مهم جدا. فهم بداوا بقى يفهموا ان مفيش حاجه اسمها انا في فرقه متعود اخسر منها، هم بداوا يفهموا ان انا بلعب في النادي الاهلي، انا حاطط شعار النادي الاهلي على صدري. مظبوط. مفيش حاجه اسمها اخسر. وبالتالي هو بقى كل ماتش نازل انا ان شاء الله النهارده هكسب. ايا كانت حتى الماتشات اللي احنا ربنا ما كرمناش فيها وكسبنا، هم حتى ردود افعالهم ادتني الباور ان انا بعد كده لما اجي اقعد معاهم هم يا كابتن حضرتك ما تقلقش احنا هنكسب. فهو الكلام اللي بيتكلموا بيه بصراحه هم اللي كانوا بيدوني بيدوك الباور كمان. يعني انا كنت ببقى جاي محضر ان انت احنا لو متضايقين انا هتكلم هقول 1 2 3 4 عشان احنا مش متضايقين، خلاص ماتش وعدى ونكسب اللي بعديه. لا انا كنت بقعد في المحاضره هم اللي بيقولوا لي احنا حاسين حضرتك فاكر ان احنا قلقانين، احنا مش قلقانين، احنا ان شاء الله هنكسب. كريم مش قلقانين، بس خساره الجزيره واليوبس دي كانت في وقت مهم جدا. ليه الوقت مهم جدا في الموضوع؟ هو كان الوقت المهم في خساره هليوبلس. هليوبلس جزيره هليوبلس الاثنين. تمام. احنا خسرنا هليوبلس الاول كان في الدور الثاني، الماتش ده لو كنا كسبناه كان يبقى يعني ضمن لنا الدوري بنسبه 90% اللي هو ان شاء الله لو دخلنا جوه نكسب. فاحنا خسرنا ساعتها فده صعب البطوله شويه علينا. لا هوقفك بس، لما صعبت البطوله كابتن احمد هشام قال لكم ايه؟ افتكر بقى، عايزك تسترجع كده هو ايه بيزعق معاكم. لازم يعني. لا هو ما زعقلناش، بس هو فعلا هو كان زي ما بيقولوا كان يعني احنا اللي كنا بنيجي نتكلم معاه، احنا اللي بنقول له احنا اللي هنكسب واحنا نازلين عايزين نكسب، احنا اللي عندنا الباور ان احنا عايزين نكسب مش هننزل نخسر البطوله. بس فجينا واتمرنا وعملنا اللي علينا تاني عشان نعرف نكسب في الدورات المجمعه بعد كده. بس فدخلنا بعد كده الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا في الفاينل. زياد افضل لاعب في البطوله، مظبوط كده؟ الحمد لله. الدراسه اخبارها ايه؟ لازم يتعود طبعا. الدراسه دي عقبه طبعا في النص، بس انا ابتديت اخد الموضوع السنه دي على قلبي بزياده، موضوع الدراسه. الدراسه؟ دراسه. لو فضلنا بين الدراسه وبين احترافك كره الميه هتعمل ايه؟ دراسه. لا ليه؟ لا ده زعلتني، تخيل انا زعلت منك في القصه دي. لا هو انا لما اقول لحضرتك لما انا ابقى كويس في الدراسه هعرف اوسع مدى الكارير بتاعي. فهعرف اتوصل لحتت اكتر واكتر. فبالنسبه لي دلوقتي السنه دي الدراسه هي بقت الفيرست برايورتي زي اول اختيار ليا، بعد كده التمرين. بس انا بحاول بقدر الامكان ان اوفق ما بينهم. يعني ده مش معنى ان انا كده مش مهتم بالتمارين، انا مهتم طبعا بالتمارين 100%. مهتم بالتمرين 100%. طبعا التمارين. كريم دراسه ولا ايه؟ رياضه الصراحه. رياضه. احتراف الرياضه شيء مهم. طبعا هتبقى حاجه بالنسبه لي حاجه حلوه طبعا. دي حاجه مهمه جدا. لعبت كره ميه ليه يا كريم؟ انا لعبت كره ميه ليه؟ دي اهم سؤال في حياتي نفسي اساله لعيب. اشمعنى كره الميه؟ لعبه صعبه جدا، وحارس مرمى كمان دول اصعب كتير قوي. ما يعني انا كنت حابب اللعب، يعني انا بحب عموما الكوره وكده، بس انا ما ربنا ما وفقنيش في الكوره، فانا كنت بحب السباحه برضه. لعيب كوره كويس؟ يعني مش قوي. توقعاتك الماتش اللي جاي ايه؟ او تقول لي فرقه الكوره ايه في ماتش السوبر؟ انا شايف ان شاء الله ان احنا هنكسب. ايوه كده الماتش هيبقى سهل باذن الله. باذن الله. زياد كروي قوي مشجع الدرجه الاولى، انا فاهم صح كده؟ قول لي ايه فرقه الكوره النهارده؟ انا اقول طبعا ان انا شايف ان احنا ان شاء الله لما نلعب الزمالك يوم الخميس هنعمل شغل جامد يا رب. وقفشه ان شاء الله هدخل جونين. قفشه جونين؟ لو قفشه جاب جونين يا كابتن احمد هنجيب تاني زياد لوحده بقى، ده هيبقى خلاص هو اتوقع. يا رب باذن الله نتمنى لكم التوفيق في المرحله الجايه. الف مبروك كابتن زياد، افضل لاعب وكاس بطوله، وما شاء الله المرحله اللي جايه مرحله مهمه، نتمنى لكم التوفيق باذن الله. انت وكابتن كريم مجدي باذن الله. خلينا نروح لتقرير عن كره الميه، نرجع نستقبل نجوم في كره الماء في اخر فقره من فقراتنا النهارده في العاب الصالات.
نجح فريق شباب كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2002 بقيادة مديره الفني أحمد هاشم نشأت في الفوز بالدوري الممتاز. بعد مسيرة حافلة من المباريات قوية خاض الفريق 23 مباراة بالبطولة، نجح في الفوز ب20 لقاء وتعادل في لقاء واحد، فيما مني بالخسارة في مباراتين بالأدوار التمهيدية. بدأت البطولة بخوض كل فريق ل18 مباراة. استطاع المارد الأحمر الفوز على الجزيرة حامل اللقب ذهابا وعودة، تعادل مع هليوبوليس وصيف العام الماضي في الذهاب، خسر الفريق بفارق هدف في العودة. ثم أقيمت دورة مجمعة من دور واحد بين أفضل 6 فرق. استطاع شياطين الحمر الفوز في أول 3 لقاءات ثم خسر أمام الجزيرة. كان النهائي أمام نادي هليوبوليس. استطاع النسر الأهلاوي الفوز بنتيجة 8-4. الأهلي لم يتوج بكأس البطولة فقط، إنما نجح لاعبوه في حصد بعض الكؤوس الفردية، حيث حصد زياد وائل عزت كأس أفضل لاعب في البطولة. كما يمتلك الفريق العدد الكبير من المواهب الكبيرة، على رأسها كريم مجدي أفضل حارس مرمى في هذه الفئة العمرية، عمر غنيم أفضل مهاجم في مصر. تضم قائمة أبطال الدوري كل من كريم مجدي، أدهم السرجاني، كريم سجيني، عمر مهند، محمد حسن، أدهم صقر، زياد وائل، محمد عمرو، سيف إيهاب، سيف حاتم، مصطفى شادي، محمد عطية، عبد الله حمدي، عمر غنيم، حازم جمال، مصطفى سركي، علي عماد، أحمد ياسر، محمد فؤاد، عبد الرحمن شامل، سهيل حسام، محمد أمير، أحمد صالح، ويحيى روبي. زي ما شفنا قدامنا تقرير جميل عن كرة المية أو كرة الماء 2002، مواليد 2002، ما شاء الله عليهم والفوز ببطوله الجمهوريه. خلينا نرحب بنجومنا وابطالنا في اخر فقره النهارده. معانا كابتن محمد حسن، كابتن الفريق. كابتن محمد بنرحب بيك والف مبروك. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. مبسوط وفرحان بالبطوله؟ هو طبعا كانت فرحه كبيره جدا، اللي هو يعني احنا لغايه تاني يوم مش مصدقين اللي حصل. الحمد لله. بس لسه عايزين نكمل. طبعا. وخلينا نرحب بكابتن عمر غنيم من المهاجمين الاقوياء جدا وطالعين بسرعه الصاروخ. كابتن عمر غنيم بنرحب بيك والف مبروك. الله يبارك فيك. بطوله قويه ولا بطوله سهله؟ لا، هي كانت بطوله قويه طبعا جدا، بس ان شاء الله يعني دي كانت اول ستيب في البطولات، يعني ان احنا ناخد مركز اول فيها، فان شاء الله هتساعدنا كتير في البطولات الجايه وهتبقى بطولات اسهل بكتير من دي باذن الله. ونجدد الترحاب بكابتن احمد هشام المدير الفني. كابتن احمد هشام بنرحب بيك ومستمر معانا في اخر فقره. وكاس احسن مدرب واحسن مدير فني، ما شاء الله 3 كؤوس احلى من بعض قاعدين جنبنا. خلي حضرتك ميرسي. والله هو له الفضل الكبير في كاس احسن مدرب كابتن وليد عزت طبعا. هو الحقيقه والكاس وراه قصه كده. كابتن وليد هو اللي توج بال، هو كابتن وليد يعني ابويا في كره المايه. تمام. هو ما تكبروش قوي كده يعني، لو كبرت هتكبرني. اخويا الكبير يعني هو أبوه. انا بتمرن مع كابتن وليد وانا عندي 13 سنه ما شاء الله. فان هو الراجل هو اللي توج بكاس احسن مدرب، وهو اللي اهدى لي الكاس ده. حتى كمان كان سياده الوزير عامر فاروق كان هو اللي موجود، وكابتن وليد رفض يستلمه وقال لي لا خش استلمه انت. فانا بوجه له كل الشكر وكل التحيه، هو ليه افضل كتير قوي عليا. الروح حلوه جدا في الجهاز، عجباني. احنا يعني لو قلت لحضرتك ان احنا مش مجرد ان احنا اصحاب، احنا عيله، وعيله يعني مش عيله بقى اصحاب، ده احنا عيله ابناء واصحاب. اللي هو احنا ما شاء الله الناس دي كانت مدربينا وبقوا مديريننا، فاحنا يعني الخلطه. هو العاب الميه من طول عمرها في النادي الاهلي هي حته واحده طبعا. صدقوني انا عاشرت كره الميه والسباحه وكل الالعاب، العاب الميه هي هم عيله واحده كده جوه النادي، عيله واحده دايما تلاقيهم ماشيين مع بعض في كل الالعاب ما شاء الله. كل الالعاب كده في النادي الاهلي كمان. كابتن محمد قولي اصعب مباراه قابلتكم في البطوله ايه؟ هي اصعب مباراه كانت بالنسبه لنا مباراه هليوبوليس الدور الثاني، لان هي كانت جت في وقت صعب جدا. وحصل في ظروف ناس ما كانتش مركزه، اللي كان مصاب ما عرفش يلعب، فخسرنا الماتش. عجبتني في كلمه ما كانتش مركزه دي، يعني اللعيبه جايبه على نفسك اللوم كلاعبين. انت حاسس انك كنت مركزين في الموضوع؟ هو دوري طويل وماتشات كتير. فطبعا هيجي في يوم من الايام يبقى اللعيب داي اوف او مش مركز في الماتش او تعبان، فبتحصل يعني في الماتشات زي كده. فالمشكله ان الماتش ده كان مهم، كنا محتاجين نكسبه. بس طبعا احنا خسرناه وكنا عارفين ان احنا السبب، فلمينا بعض وقعدنا اتكلمنا. حلو قوي.
وانت كابتن فرقه عمر قال قلتوا ايه لبعض بعد الخساره؟ اكيد المكسب بيجي من ساعه الخساره طبعا. هو احنا من بعد الخساره كانت دي تعتبر ان احنا نبتدي صفحه جديده بعد اللي حصل. هو زي ما هو قال فهو كان دي اوف اكتر من هو كان قله تمرين او كده، كان عدم تركيز من الفرقه كلها طبعا. بس عشان هو لو كان حاجه تانية غير عدم تركيز كان هيبان في كل الماتشات، انما هو كان ماتش واحد اللي كان دي اوف لينا كلنا بس، فاثر علينا في الماتش ده. وبدانا من بعده بقى ان احنا قلنا ان احنا لازم نكسب، وحطينا قدامنا تارجت ان هليوبلس اللي احنا خسرنا منها لازم ناخد حقنا منها تاني، وان احنا ناخد الدوري منها في الاخر. وده حصل، وده حصل ماتش فاينل، ماتش الفاينل، وكان فرق سكور يعني فرق سكور. خلصتوا كام كام؟ 8-4. 8-4 ما شاء الله. بص الروح لسه مستمره معايا عاليه جدا. بتعامل معاهم ازاي مع الرجاله دي؟ والله هم احنا يعني انا باجي عليا وقت انا بنسى البيت وبنسى اهلي وبنسى الناس اللي ورايا. لا ولادي ده اكتر، ده احنا بنسافر نقعد مع بعض مثلا مع معسكرات اسكندريه، بنبقى قاعدين في كلنا في اوضه واحده وانا واحد منهم وقاعدين بنهزر وبنضحك فتحس كده ان حد من اخواتك عنده مشكله لما واحد فيهم منهم يبقى متضايق مثلا، حتى لو حاجه ما لهاش علاقه بالتمرين. بتحب تبسطهم كلهم، بتحب تلعبهم كلهم، بتحب ترضيهم كلهم. فا والله يعني لا الموضوع تقول لهم بصراحه بقى، تقول لهم بصراحه والله هم عارفين اللي في قلبي من ناحيتهم. لا 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 على الهوا دلوقتي، دي يمكن اللي جمهور الاهلي شايفك. لا دي يمكن اول بطوله، دي اول فرقه تقريبا انا مسكها في حياتي يعني. انا لسه طالع جديد مدرب جديد على الجهاز، ودول اول فرقه امسكها في حياتي، فدي احسن تجربه ودول افضل ناس انا ممكن كنت ابدا معاهم حياتي. وربنا كرمني بوجودهم معايا ان انا ابدا اكبر في الكارير ده على حسهم، فبجد هم يشرفوا اي مدرب يمسكهم. الكلام جامد يا محمد صح؟ لا 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 على الموضوع كابتن احمد صح؟ على زياده عن اللزوم، لكن مفيش مشكله. اكيد البطولات اللي بتكسبوها بتكون لنا كلنا كجمهور اهلي بتودينا في تحديات اخرى. عندنا التحديات الاخرى شكلها ازاي؟ اللي جاي ايه؟ هو طبعا احنا ما دام خدنا ده اول فهيبقى بقى نبدا الناس بقى عينيها علينا وكده، ان احنا طبعا هيبقوا يعني عندنا بقى مستوى عالي البطوله الجايه، واحنا لازم اللي هو احنا داخلين متصدر يعني، انت صاحب البطوله السنه اللي فاتت بالظبط، فالناس هتبقى عينها عليك هتتفرج على ماتشاتك. فطبعا ده هيبقى تحدي لينا ان احنا بقى نعلى بالليفل اكتر ما احنا علينا بيه عن السنه اللي فاتت. وطبعا لازم ننافس يعني، او مش ننافس، لازم ندافع عن اللقب بتاعنا. لازم ندافع عن اللقب بتاعكم. الدفاع عن اللقب صعب جدا والمذاكره اصعب صح يا كابتن عمر؟ صح طبعا. ازاي المعادله؟ ازاي قولوا لي المعادله ازاي بتعادلوها ازاي في الامور؟ هو يعني هي الفكره كلها مش معادله المذاكره والدفاع عن اللقب، هي مسؤوليه. فاللي يعرف يتحمل مسؤوليه في اي حاجه هيعرف يمشي فيها، سواء مذاكره او دفاع عن اللقب في الدوري او اي حاجه. بكلمك بصراحه شديده، رحت الووتر بولو بدايه سباحه ولا ووتر بولو على طول؟ لا انا رحت الووتر بولو على طول، ما كنت السباحه في الاول. اشمعنى عمر احكي لي؟ عشان انا اصلا كنت في نادي الزهور، ما كنتش في نادي الاهلي بس، واتنقلت نادي الاهلي عشان حسيت ان يعني المفروض كنت عايز اخد الدوري، وكان نادي الزهور اللي انا فيه ما كناش بنكسب. اتعرض عليا كذا نادي تاني بس كان منهم نادي الجزيره اللي هم كانوا متصدرين الدوري بقالهم كذا سنه. بس حسيت ان انا لما اروح نادي الجزيره اللي هم واخدين اول اصلا ما عملتش حاجه يعني. الجول اللي انا عايز اوصل له ما عملته، هنكسب فرق سكور بدل ما هم كانوا بيكسبوا. انما كنت عايز اروح موجود بالظبط، انما انا كنت عايز اروح نادي الاهلي عشان انا كنت حاسس هي فعلا فرقه قويه و السيستم فيها كمان كويس. فحسيت ان احنا ان شاء الله هناخد الدوري، وده حصل يعني. مين السبورت عندك في العيله؟ لا هم مين بقى اقوى سبورت في العيله عندك؟ الاثنين الصراحه يعني، والدي ووالدتي واخويا الصغير كمان. يا راجل اه والله. محمد مين السبورت الاقوى؟ لا هي العيله كلها بصراحه برضو. يعني هو كل افراد العيله يعني، من والدي ووالدتي واختي، جدي وجدتي، والعيله كلها يعني. كله بيتفرج على الووتر بولو ولا كان في لعيبه ووتر بولو سابقين؟ لا هو ما كانش فيه، بس انا من ساعه ما دخلت اللعبه دي خلاص بقى اللي هي اتعرفت في العيله كله بيتكلم على ووتر بولو. لف على اساسك كده وقول لهم كلمتين مهمين جدا في حياتك وانت نجم كبير وبطل كبير، تقول لهم ايه؟ انا عايز اقول لهم، لا انا عايزك تبص على الشاشه مش عليا. تمام. ايوه بالظبط. عايز اقول شكرا طبعا لاهلي وكل حد وقف جنبي وكل حد امن بيا ان انا ممكن ابقى حاجه كبيره، وطبعا شكر كبير لكابتن احمد نشأت ان هو فضل جنبنا وان هو قعد معانا سنتين وعمل معانا كل حاجه ووصل اللي احنا وصلنا له ده. وهو على فكره كابتن احمد هو مش مدربي، هو اخويا الكبير،
لان هو كان على طول واقف جنبنا، مش حتى في الماتشات بس، يعني مثلا كان حد ممكن يشوف حد متضايق في المايه او حاجه يجي يتكلم معاه، مع ان هي مشاكل بره، مشاكل مذاكره، مشاكل عائليه، اي حاجه، بالذات ان احنا كنا ثانويه عامه فالضغوطات كتير بقى وكده. طبعا بص مش عارف اتكلم، انا مش هقدر اسال السؤال يعني، بعد كل الكلام الحلو اللي قاله ده مش هقدر اتكلم يعني. هو خلاني انا كمان مش عارف اتكلم. هم عارفين هم ايه بالنسبه لي والله يعني، هم اكتر من اخواتي. عمر، ايه اللحظه اللي انت عرفت فيها ان انت كسبت بطوله الجمهوريه؟ اللحظه اللي انا عرفت فيها ان انا كسبت هو ماتش الفاينل طبعا. بس الصراحه هو قبل ما ادخله. قبل ما ادخل ماتش عرفت الفاينل. ازاي شفتها؟ ازاي شفتها؟ في عين كل لعيب في الفرقه، من اصغر لعيب لحد اكبر واحد. ان كلهم كان عندهم الحماس ان هم يكسبوا، ده غير طبعا الموتيفيشن الرهيب اللي كابتن نشأت كان عامله للفرقه كامله يعني. بس فهو ده اللي حسسني ان احنا نازلين الماتش ده نكسب. نو واي ان يحصل حاجه تانية. ما حسيتش في اي وقت من الاوقات داخل مباراه اليوبيس الفاينل ان يحصل اي دروب؟ هو الماتش كان من اوله 7-1. ما ينفعش ان احنا نخسر اصلا. كلام كثير عليك اللي انت من افضل المهاجمين، ممكن تكون افضل مهاجم، لكن كلام عليك قوي جدا في المرحله دي. شايفها ازاي؟ ده بيحملك ايه مع الفرقه؟ يا لعيبه بيشيلني مسؤوليه اكتر. هو كده طبعا اكيد كل فرد في الفرقه عشان نكسب لازم يكون شايل المسؤوليه دي. بس ده بيشيلني مسؤوليه اكتر، ان يعني في ناس كتير في الفرقه معتمده عليا، ان انا مثلا عشان انا سنتر فانا اخر حاجه للجون، يعني يعتبر انا الاتاكر بتاع الفرقه. فلازم اللقطات الاخيره دي لازم ابقى الفينشر فيها يعني. بقى وحاجات كده. بتشوطها باك كويس. قول لي الضرب من تحت الحزام تحت الميه، لا ده مش هينفع يطلع تلفزيون الصراحه. الموضوع صعب جدا تحت الميه. هي لعبه تانية وتحت الميه يعني. احنا يعني فوق بنشوف حاجه وتحت بيكون حاجات تانية تماما يعني. احنا حتى بنقول لهم يعني كل ما هو تحت المايه مشروع يعني. هو لو في كاميرا بره وفي كاميرا جوه، لا الكاميرا جوه هتصور ووتر بولو مختلفه تماما عن الناس شايفاها بره يعني. الموضوع ما هوش مجرد الفاول الحكم بيصفره، ده قبلها في مشاكل كتير، في مذبحه بتحصل يعني. صح؟ يعني عندنا مقوله كده مشهوره بيقول لك اللعيب اللي وشه ينزل تحت المايه ملوش ديه. ملوش ديه. حضرتك متخيل ان كل لعيب خايف وشه ينزل تحت المايه؟ يا نهار ابيض. يا محمد الكلام ده قول لي ايه الموضوع؟ كلام صح. هو فوق المايه ماتش وتحت المايه ماتش تاني خالص. احنا شايفين نص الفوقاني ده بجد. احنا شايفين نص الفوقاني بس. لكن ما يحدث تحت المايه الموضوع بيبقى صعب جدا يعني. اكيد الرجلين، ضرب الرجلين في بعضيها، الشد والجذب، مقاومه وشد وكل حاجه، وبالذات ان يعني تقريبا اساس لعيب كره المايه بيبقى رجليه. فاللي هو وانت كلاعب كره مايه انت عارف كده. فاللي قدامك بيبقى عايز يوقف لك رجليك. يمسكك من ايدك يعني. شده جذب مش طبيعي. بالظبط. هي بتبقى فعلا ماتش تاني. والمشكله بقى اللي هو لو في حد يعني، انت لو ركزت تحت المايه مش هتعرف تركز بره المايه، فمش بتاخد بالك اكنك ولا اي حاجه بتحصل معاك. هو على هو خلاص يعني. احنا عندنا برضو مقوله كل الكباتن بيقولها لنا، هوت بودي كولد مايند. بس خلاص هي كده ريحت نفسك تماما. اكيد يا كابتن عمر، قول لي مين مثلك الاعلى في كره المايه؟ مثل الاعلى في كره المايه يعني هو لعيب من بره مصر يعني. مشكله مفيش يعني، مش من مصر. مفيش مشكله والله، مش زعلان يعني. قول اللي انت عايزه. دانيس فارجا ده لعيب بالنسبه لك هو اللي تقدر تقول عليه مثلك الاعلى؟ بالظبط. لو قلت كلمه للوالد والوالده النهارده وانت كده على الهوا تقول لهم ايه؟ يعني اقول لهم شكرا لوقفتكم جنبي صراحه، ما تعبوا معايا قوي يعني. وبذلوا مجهود كبير قوي معايا، سواء كان في التمرين او في الماتشات ان هم بيحضروها يعني. الموضوع كان متعب قوي على مدار السيزون الطويل قوي، والسيزونات الكتيره اللي بتتعمل مش في 2002 بس، لا في سنين تانية اللي انا متصعد فيها. كابتن احمد، اكيد في نهايه الحلقه اكيد عايز يعني تقول كلمه للعيبه والجهاز المعاون ليك ولجهاز العاب المياه، تقول لهم ايه؟ طبعا انا بحب اوجه الشكر لجهاز العاب المياه بكامل تشكيله، كابتن وائل، كابتن فاضل، كابتن محمود حسن. خلينا عند كابتن وائل عشان اسمها ما تهش منك يعني، خلينا عند مدير جهاز العاب المياه كابتن وائل. طبعا كابتن وائل كان ورانا في كل الاونه يعني، في القاهره وفي اسكندريه كان مشجع رقم واحد للفرقه، ورانا في كل حاجه، ما بيذلل كل الصعاب اللي بتواجهنا. الواحد تقريبا ما بيحسش ان في اي مشكله اداريه بتحصل حواليه بسبب وجوده حوالينا هو وجهاز معاون ليه، كابتن سامح وكابتن ريشه وكابتن خالد.
طبعا اوجه الشكر لكابتن وليد عزت طبعا اخويا الكبير، كابتن وليد وصفي مدير قطاع الناشئين طبعا، وكابتن احمد فؤاد مدرب مرحله 2001 تقريبا. احنا كنا شغالين مع بعض طول الموسم عشان تبقى دي نتيجتنا، وهو ده النادي الاهلي. كابتن احمد نورتونا وشرفتونا، ونقولك الف مبروك نجومنا الكبار، نورتونا وشرفتونا، ودايما في تالق وتوهج، ودايما ايه يا كابتن عمر، بطولات وانجازات بطولات للنادي الاهلي. إن شاء الله. الف مبروك بجد، حاجه بتبسط وحاجه بتفرح نجومنا وشبابنا في النادي الاهلي، بطولات بيتولدوا على بطولات، وان شاء الله في المستقبل القريب جدا دايما في بطولات. اكيد في اخر حلقه لازم اوجه شكري لكابتن وائل عزت مدير جهاز العاب الماء، لان ما شاء الله جهاز العاب الماء شكل مختلف، روح مختلفه، وكمان انجازات كثيره جدا في وقت قياده للجهاز. في اخر حلقه بحب اشكركم والى اللقاء.